دلوقتي هنخش في حاجه بقى ايه، هنمشي في ممر كده، بس هو الحقيقه ممر جوه الحمام، فلازم نفرجكوا على الحمام. دلوقتي احنا داخلين عشان نخش في الاوضه، نوصل لاوضه الملكه فريده، فنعدي هنا عاملين كوبري. هتقول لي عاملين كوبري ليه؟ هقول لك ليه يا سيدي. عاملين كوبري من الازاز عشان الارض ديت، انت جايبها في الكاميرا، جايب الحاجات دي عشان الارض دي معموله بقشره ذهب. اللي في الارض كل اللي انت شايفه اصفر قشره ذهب، فهنا عشان يعتنوا بالحاجه ويحافظوا عليها عملوا الممر ده عشان ما حدش يدوس على الحاجات دي. احنا في حمام الهنا. يا ريتني كنت انا والله. الدش اهو، وده والبانيو طفل، جنبه الميه والسخن والبارد وكله. ودي الحقيقه مش عارف ايه دي، مش عارفها بصراحه، بس ممكن يكون مثلا حط عليها شامبوهات برفانات حاجات. ثم الصغير دوت عشان تعمل المانيكير والبديكير وايديه ورجليها وكده. فاطمه الزهراء، فاطمه حيدر. وبعدين ده حوض، وبعدين ده الحمام الرئيسي للقصر. انتوا مشيتوا ليه؟ لا مش همشي، انا اقعد شويه. زي ما انتم شايفين فوق كده، دي إضاءة طبيعية، يعني يعمل شعرية كبيرة جدا السقف كده، والضوء يجي بالشكل اللي انتم شايفينه بمجموعة الألوان الفظيعة دي. وزي ما انتم شايفين الإشاني شيء مش معقول، كل حاجة معمولة بدقة يعني مش معقولة. انا عارف انكم مش عايزين تمشي زي، بس للضروره بقى احكام. دي ادوات كانت حاجات تتحط مكتب كده، زينه على مكتب الملك فاروق. الفيل ده عاج، واللي عليه ده انتوا عارفين ايه اللي عليه ده، يعني الاشياء تتحدث عن نفسها. ودي مجموعه ساعات، في ساعه هنا بتاعت محمد علي ليها صورته اهي، وفي ساعه بتاعت نابليون. دي مجموعه ساعات عملاقه، يعني حاجات زي ما انتوا شايفين. الساعه دي شوف، الساعه دي معموله بالسلك، تتلبس كده تعلق كده، فيها الدبوس بتاع الجرافطة. وشغل ايه ده؟ دي ادوات مكتب الامير سعيد توسون، المصنوعة من الذهب والفضة والعاج المرصعة بالماس والمموهة بالمينا الملونة. دي أدوات مكتب، يعني حاجات بيحطها على المكتب. كان بيحط إيه على صدره؟ كان بيلبس إيه بقى؟ كان بيعمل إيه؟ ودي يعني حاجات تكبر، نظارات. واحنا رايحين حجرة الملكة فريدة اتخبطنا في ال، او بصراحة هم في المتحف هنا قالوا لنا اقعدوا اشربوا شاي، فقعدنا نشرب شاي. زي ما انتم شايفين الحاجات دي كلها ليها علاقة، بيتحط فيها فنجان القهوة
العرب بتاعتنا، بس عشان هو ملوش ايد فيتحط في الحاجات اللي هي بالالماز وبالذهب. لكن انا عايز افرجكم على ده. ده طقم شاي اهدى الى جلالة الملك فاروق والملكة فريدة بمناسبة الزفاف والزواج السعيد، واهدى من 126 باشا مكتوب اسمائهم تحت الصينية، لانه كله من الذهب الخالص، ذهب خالص الصينية دي عشان جلالة الملك والملكة يشربوا فيه الشاي، حتى المعلقة، حتى مسكت السكر شايفينها ايه، والبراد كله من الذهب الخالص، اهداء من 26 باشا مكتوب اساميهم تحت. طبعا ما نقدرش نوصل للصينية عشان نعرف اساميهم، لكن هنحاول نبحث ونشوف مين ال 26 باشا. ودي برضو اهي، بص دي كلها حاجات من الذهب، لبانة وسكرية و... تعالوا بقى خدوا ايه الجامدة بقى. شوف ده مكتوب عليه طاقم مشروبات من الذهب، يتكون من صينية بداخلها 4 زجاجات من الكريستال، واحدة من الذهب عليها الأحرف الأولى من اسم فاروق وفريدة يعلوها التاج الملكي. الصينية هي زي ما انتم شايفين مكتوب عليها صينية مشروبات من الذهب، الصينية دي ذهب والإزازة اللي في نص دي ذهب، هم على بعض كده 6 كيلو ذهب. طبعا معروف ان الكاسات دي ال 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 دي الكائن ده مفروض ان هو بيتحط فيه خمور، لكن ما يمنعش انه يبقى فيها يعني عصائر عند الملك، لان معروف ان الملك فاروق ما كانش ليه في موضوع الخمر ده على الاطلاق، انما كان ليه في حاجات تانية، حاجات تانية كتير. انا بس بلف على الطقم اشوف كده عليه تاج ومكتوب عليه الملك فاروق وحاجة. دي مجموعة من حاجات الأمير محمد علي توفيق اللي أنا قلت لكم عنه وصورنا عنه في القصر، اللي كان قاعد يتمنى يعتلي حكم مصر لكنه لم يحظى به أبداً.